عايز اتكلم مع السادة المشاهدين في كام نقطة بسرعة كده. انا لما رحت والشباب قالوا لي في جريمة قتل في شربية واخين اتقتلوا فيها، قلت ليه كده؟ ليه؟ علشان اروح الاقي عيل صغير اتشتم، عيل 13 14 سنة علشان اتشتم. اللي حصل كالاتي عشان ما طولش على السادة المشاهدين ويبقى الموضوع ببساطة. اللي حصل كالاتي، الولد اللي عنده 13 سنة اللي في تالتة اعدادي ده تقريبا بيأجر عجلة. سليمان الله يرحمه عنده محل عجل، شد مع الزوجة او بيقول لها يا خالتي اشتميني، انا متعودتش اسيب الحاجة كده عشان ما اتأخرتش، اشتميني. راحت شتمه، راح هو رضي دي الشتيمة بشتيمة سيئة جدا. ابن المرحوم سليمان كان موجود مع أمه في المحل، رفض إن ده يحصل. المهم انهلع الولد وراحوا إيه ضاربينه واتشتم. الفيديو اللي على الشاشة ده أنا هفسره لكم، استنى بس عليا يا أستاذ محمود. بعد كده الواد راح عيط لأبوه وعمه، إزاي بقى ده يتشتم؟ هو ده ينفع؟ إزاي ابنهم يتشتم؟ راحوا رايحين عشان يتخانقوا مع المرحوم سليمان في المحل. اهل المنطقه ناس محترمه ورجاله ومعروفه عن القاهره والشرابيه والاماكن الشعبيه، ناس رجاله ومجدع، قالوا لهم انتوا بتتخانقوا عشان شتيمه؟ يا عم خلاص هنعمل مجلس ولابنك يتراضى والناس تحب على دماغك وخلاص والموضوع ينتهي والشيطان يمشي. بالفعل ده تم، عملوا المجلس، حضروا المرحوم سليمان واخواته وراضوا ابو الواد وعمه. فاتش اسبوع ما اكتفوش، معرفش هو اللي اتشتم ده عيل زي عيالنا ولا انا مش عارفه والله، ما اكتفوش بالمجلس وقعده الرجاله، لا عملوا ايه بقى؟ عمه ترصد زي ما انتوا شايفين. يا ريت يا محمود بعد اذنك نرجع الفيديو، سامحوني. عمه ترصد وتن قاعد مستنيه، شافه معدي، كان بقاله اربع ايام مستني المرحوم سليمان يعدي اهو، راح منادي عليه يا سليمان، راح واقف له. فالتاني واقف له امان، كان ممكن يمشي، ولف له بالموتوسيكل، رجع له عشان يقول له ايه ازيك عامل ايه، راح مديله ايده دلوقتي، راح مديله بالكزلك اللي هي الاداء او السكينه، مديله في عينه. طلع واخد نفسه، دافع عن نفسه، دخل الفرن. ده المشهد. سعيد مات ازاي بقى؟ بعد ما خلص اللي خلصه هنا مشي. سعيد كان مع خطيبته بيتعشى، جاله تليفون الحق اخوك بينضرب، واتغذى بالمطوه. نزل جري فقابل مين؟ قابل سعيد الجاني ده. ما هما اتنين سعيد، اخو المرحوم سليمان وسعيد الجاني ده. ده اسمه سعيد عفوا. سيد ده الجاني اسمه سيد. سيد ده بقى قابل سعيد بيقول له انت بتضرب اخويا يا سيد؟ راح قال له اه وهضربك انت كمان، وراح ضربه ومخلص عليه. الشك الجنائي انا واثقه زي ما قلت في بيوت الناس، دي انتماءاتي اللي انا فخوره بيها ومش هغيرها. دي انتماءاتي عن القضاء والداخليه في مصر. قلتها وسط بيتهم، حق ابنكم وولادكم راجع. راجع باذن الله. ناركم هتبرد. ده الشك الجنائي، هم يعرفوه اكتر مني. الشرطه على فكره قبضت على القاتل لان هم اتهموه اتهام مباشر، ماشي، ودلوقتي تحقيقات شغاله. ده الشق الجنائي، نركنه على جنب لان ليه ناسه. تعالوا بقى الشق التاني اللي يخصنا. عارفين الشاب ده لما يكبر هيقول ايه؟ هيتباهى انه لما اتشتم ابوه وعمه صفوا له رجليه. اه سالوا مذيعه بتنزل الشارع بقى، هيتباهى بده. تخيلوا سلوكيات عيل زي ده كمان 10 سنين، 10 كتير، ده على الابواب. هيمشي يقول ده انا عشان اتشتمت موتوا رجلين. ربنا يصبر قلبك، مشاعر الام دي ما فيهاش زي مزايده، تقطع القلب، لان انا من الناس اللي بضعف قدامها جدا. هتكلم بقى على الجزء اللي يخصنا كلنا. كلنا، أنا والسادة المشاهدين، أكيد مصر كلها بتعزم سليمان دلوقتي.
واخواته. هكلمكم عن العين والحسد. يا ترى خدتوا بالكم واحنا بنتفرج على التقرير ان هي قالت كانوا بيقولوا لي معاكي 5 رجالة مات منهم 3، واحد توفاه الله بامر الله واتنين اتقتلوا، فاضل 2. لما جابت سعيد الاخراني الناس قالوا لها معاكي 5 رجالة، يا بختك وهانكي. خافوا على اولادكم العين، خافوا على فرحتكم. كل اب فرحان بابنه ورايح الجامعه ونزل جاب له عربيه يمكن هو مركبهاش وهو في سنه خاف عليه. كل ام نزلت فرحانه ببنتها بتجيب لها براندات وبتنزلها صور اول يوم مدرسه، كلنا بنشوف ده على الفيسبوك. خافي على بنتك، تخليش حظها يقل واحده بواحده بواحده علشان العين والحسد. يمكن قبل ما اكلمكم يمكن لو الحادثه دي انا صورتها من 2 شهر ما كانش كلامي يبقى ليكم دلوقتي، لاني كنت بنزل. بس لان انا كمان مريت بظروف فتغيرت. مش كل اللي هيشوفكوا هيشوفكوا بعينكوا، بيشوفكوا بعين اللي انتوا بتشوفوها بولادكم. لا، حاجة كتير مننا بيقول ما شاء الله تبارك الله، مش كتير مننا بيقول ربنا يزيدهم ويبارك لهم. لما يبقى ابنك ناجح وجايب درجات عاليه ومتفوق، ولا قبل في كل في شركه انترناشونال، ولا رحت اشتريت له يعني في هندسه واشتريت له جهاز لابتوب، تقعدش تقول ده ب 15 و16 و17 و18 و20 الف جنيه. لا اسكت، تبقاش ماشي بربابه، سيبه لسبيله عشان مستقبل يستناه، لان كل عين بترصد بتاخد من حظ ولادنا.